حين بدعوة من الأخ مثال فارسي مشاركين الأفراح بس الله أن يديم الفرحة بما بيننا باسمي وباسم بن عمتي مشاركين معي بن عمنا مشاركهم الأفراح ولديه معونة 5000 وبشت وهي بالحقيقة أنها قليلة ورغبنا نشاركه قال لا حسين والجماعة هذا الأخواني مهم بعيدين رب أخي لك لم ترد أمك فلذلك هذه معونة 5000 ريال وبشت وعلمنا سلامتكم وأشكر وأعذر علمنا سلامتكم يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف ألف مبروك يا أبو سنة عسى الله أن يتمم لك الفارس كل خير أنت محزن وسندي وذراعي اليمين بني فارس كلهم كبر وصبي انتم على راسي وانا اقل في القبائل والله انهم من جبل خولين حتى البحر علامه على راسي فلي فيهم السمي ولي فيهم الرفيق ولي فيهم الصديق انتم اخوتي بيني وبينكم سمايه بيني وبينكم عشمه بيني وبينكم محبه من ابو حسن شيخكم حتى صغر واحد لكم التقدير ولكم العب جيناك يا ابو سند بالعطا هذا انه قليل بالسمايه والمحبه والغل اللي بيننا يتممه إلا في خاطري أنا يشهد علي الله أنه فرق الدنيا وما فيها أبو سند على الجماهير اللي سبقتهم أنت والفارس كلهم كبير وصغير أضر أنكم محزمين في كل كبيرة وصغيرة أنا فخور بكم في كل مكان وأنه نقصة في القبائل لا والله يا أبو سند قدمت ولد عمي أخوي وذراعي وشيخي وأنا في خاطري شيء قلت لكم يا أبو سند وأنتم أهلي من غير هذا الكلام كله فأنتم عارفين العزة والغنى اللي بيني وبينك يا أبو سنة أسأل الله أن يوفقه وأسأل الله أن يرزقه ذرية صالحة ويتمم له خير وعلمه وسلامة من يسمع إن في قصور واستروا واعذروا وعلمه وسلامة من يسمع مرحبا مرحبا حياكم الله أهلا وسهلا باك يا علي الحسن وبا شيخكم وبكم جميع الحكامية مرحبا ألف الذي حضر والذي غايب الله يحييكم جميع عطاك وافي وصفك وافي وأنتم وافين وأخوة عند أخوتهم وما أجيتم إلا من محبهم عزة الله يحييكم تفضل الله يحييكم مرحبا ألوف الله يحييكم مرحبا ألوف مرحبا ألوف